أهلا بكم متابعي قناة الملوك. نعتذر عن الانقطاع عنكم خلال الفترة السابقة والفترة الماضية البسيطة، وذلك بسبب ظروف السفر، ولكن إن شاء الله سوف نعود لكم بقوة ونعود لكم بالكثير من المحتوى. اليوم سوف نقدم لكم خضر من أنواع الخضروات الرهيبة لطيور البادي، طبعا البنجر. هذا هو البنجر أو الشمندر، يعني بعض الدول تسميه البنجر وبعض الدول تسميه الشمندر، وهذا يعتبر رهيب جدا لطيور البادي. يحتوي على الكثير من الفيتامينات وكثير من العناصر والقيمة الغذائية الرهيبة لطيور البادي، طبعا للإنسان ولجميع الطيور، ولكن اليوم سوف نخصص هذه الوجبة لطيور البادي، وما هي الفائدة وكيف نقدمها لطيور البادي. كما تلاحظون هذا هو الشمندر، لونه أحمر، يعطي لون أحمر، وكثير من الناس يستخدمه في يعني كصبغة لون الخضار أو لون الطعام. يمكن أن نقدم البنجر لطيور البادي بعدة طرق. ممكن أن نقدم الأوراق البنجر يعني كأوراق الفجل أو الجرجير، نقدمها مباشرة للطيور، وأيضا ممكن أن نقطع هذه الأوراق قطع صغيرة ونخلطها مع البيض المسلوق أو البقسماط، وأيضا ممكن أن نخلطها مع سلطة الخضار التي نقدمها لطيور البادي. أما بالنسبة لهذا البنجر، هذا يعني هذا الجزء، يوجد كثير من الطرق لتقديمها لطيور البادي. ممكن أن نقدمها كعصير، يعني عصير نخلطه في الماء، ممكن أن نخلطه في الخلاط ونصفي الماء ونضيفه في المشربية. طبعا نخلط البنجر مع العصير البنجر مع الماء، يعني يخفف مع الماء، وممكن أن نضع بقايا البنجر التي نخلطها، يعني نصفي الماء ونأخذ بقايا البنجر ونضيفها في الوجبات، في وجبات البادي، يعني وجبة مثلا وجبة البيض، أو كما ذكرت لكم ممكن أن نخلطها مع وجبة الخضار، أو أيضا ممكن أن مثلا نضعها في الشمس تيبس وثم نضعها كقطع صغيرة مع الحبوب. نلاحظ أن الطيور سوف تأكلها بشكل أفضل. طبعا الفائدة من البنجر لطيور البادي، يحتوي على الألياف، الكثير من الألياف التي تساعد الطيور على الهضم، خاصة الطيور التي تكون عندها إمساك أو الطيور الأنثى التي تكون عندها بيض، يعني إذا كانت الأنثى سوف تبيض ونلاحظ أن الأنثى حامل، فالبنجر مفيد جدا للأنثى لأنه يساعد الأنثى على وضع البيض بسهولة. وأيضا من فوائد البنجر المهمة أنه يزيد الدم، فإذا كان الدم عند الطيور يعني تجديد الدم يكون مستمر، نلاحظ أن الطيور تكون نشيطة وبصحة جيدة. وأيضا نلاحظ أن الطيور إذا كان الدم نشيط ومتجدد عند الطيور، نلاحظ أن الريش يكون نظيف ونمو الريش يكون بشكل جيد، بعكس الطيور التي يعني لا يكون عندها الدم متجدد، نلاحظ أنها تكون ضعيفة ونمو الريش يكون ضعيف. فإذا كان عندك طيور نمو ريشها ضعيف أو نلاحظ أن الريش يتقصف بسرعة، فأنصحك أن تقدم لها هذا البنجر. وطبعا الطرق كما ذكرت لكم ممكن أن نقدمها بإحدى الطرق التي ذكرتها.
فالبنجر هو عبارة عن نوع من أنواع الخضروات المفيدة جدا للإنسان وأيضا للحيوانات وأيضا للطيور. هذا ونتمنى لكم الفائدة وانتظرونا في مقطع قادم إن شاء الله. طريقة تقديم البنجر لطيور البادي كما ذكرنا لكم، ممكن أن نأخذ هذا الجزء الأوراق ونضعها لطيور البادي تأكلها مباشرة، أو ممكن أن نقطع هذه الأوراق إلى قطع صغيرة بهذا الشكل، ثم نضيفها مع البيض المسلوق أو البقسماط، أو نضيفها مع سلطة الخضار. إذا مثلا قدمنا لطيور الباجي سلطة خضار، ممكن أن نقدم هذه البنجر مع الطيور، ولكن إذا كانت الطيور تأكلها مباشرة فالأفضل أن نقدمها بهذا الشكل. هذا بالنسبة لأوراق البنجر، ولكن بالنسبة لهذا البنجر، هذا جزء من البنجر طبعا قوي جدا، فضروري جدا أن نقوم أن نعصر هذا الجزء في العصارة. نقطع إلى قطع صغيرة، نضعه في الخلاط ونضيف الماء ثم نعصر. نضيفه في الخلاط ونضيف الماء. لاحظوا اللون الأحمر. الآن نصفي عصير البنجر. كما تلاحظون هذا هو العصير، ممكن أن نقدمه مع الماء، وهذا بقايا البنجر ممكن أن نضعه للطيور مع الحبوب أو مع البيض. هذا ونتمنى لكم فائدة وإلى اللقاء في مقطع قادم.